أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم العبادة يبتغي فيها المرء الدنيا فقط كالإمامة والأذان وغيره؟ هذا فيه قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وهو مقيد، ما هو على إطلاقه، مقيد بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غاب عني الحديث. نعم.